وأتى يوم الرحيل وأتى يوم الاعتزال، يوم الوداع لأفضل لاعب لعب برجله اليسرى في تاريخ مشاهدتي للنادي الأهلي، الحاوي وليد سليمان. قيمة الحاوي وليد سليمان عند جماهير النادي الأهلي لا تقدر بثمن. لاعب اشترى الأهلي في ظل إن أبنائه باعوه، لاعب كان مستعد يضحي بحياته لأجل الانتقال للنادي الأهلي. اعتزاله كان أسوأ من أي خسارة وأي بطولة هذا الموسم، لأنه آخر مبدع من جيل العظماء. حزننا جدا وزعلنا جدا في اعتزال واحد من عظماء كرة القدم المصرية، الحاوي شنطة الجوال الملقب بنسر النادي الأهلي. لما طلعت وقلت لحبايبي في القناة سيبوا كلمة للحاوي، لقيت كمية ناس عاشقة الوليد سليمان بشكل كبير جدا، وناس محترمة جدا بتحب النادي الأهلي بشكل كبير، وهي دي طبعا جماهير النادي الأهلي اللي عمرها ما تنسى أي حد حارب لأجل التيشيرت ده. بما اننا عاملين حلقة عن وليد سليمان، خلينا نرجع فلاش باك كده لسنة 2000 وبداية الحاوي مع كرة القدم، ونشوف هو ازاي قدر يوصل للمكانة اللي هو فيها دلوقتي، وقدر يوصل للشعبية والجماهيرية العظيمة دي اللي ناس كتير جدا لعبت في النادي الاهلي ما قدرتش توصل لنص اللي هو وصله. بداية المشوار مع كرة القدم كانت في نادي بني مزار في المنيا، لعب معهم موسمين من موسم 2002 لحد موسم 2004، بعدها انضم لنادي حرس الحدود سنة 2004 ولعب معهم موسم 2004-2005، ثم من حرس الحدود انضم لنادي الجونة وبدأ تاريخ وليد سليمان. وتألق معهم وليد سليمان في دور الدرجة الثانية، تألق مع نادي الجونة جدا وساعده بشكل كبير جدا انه يبقى متصدر مجموعة الصعيد وقتها علشان يلعبوا ملحق للصعود للممتاز، ولكن للأسف فشل وقتها للصعود للدور الممتاز بسبب خسارتهم في الملحق. بعد تألق الحاوي مع الجونة اقتنع بيه المدرب مختار مختار الاهلاوي المحترم جدا، اقتنع بمهاراته وبعت له عرض وفعليا انضم لنادي بتروجيت بعد ما كان قريب جدا بالانتقال للاسماعيلي. في الوقت ده لعب وليد سليمان مع بتروجيت في اول موسم في الدوري موسم 2006-2007، ولعب اول مباراة ليه في الممتاز قدام نادي طلائع الجيش وقدر يسجل في المباراة دي. وفي الموسم ده اختار المعلم حسن شحاتة لمرحلة جديدة، وهي تمثيل منتخب مصر في بطولة الألعاب العربية. وليد سليمان كان من الأسباب الرئيسية بالفوز بالميدالية الذهبية في البطولة دي. أرقام الحاوي مع بتروجيت من سنة 2006 لحد سنة 2010 لعب 50 مباراة سجل فيهم 17 هدف. بعد تألق الحاوي مع بتروجيت وظهر نفسه بشكل كبير، جاله عرض من السعودية من بوابة أهل جدة في يناير 2009، والعرض كان 6 شهور. الإعارة كلفت نادي أهل جدة وقتها 500,000 دولار، وقتها كان رقم مميز جدا على لعيب مصري بيحترف بره، ولكن للاسف التجربه ما كانتش ناجحه الى حد ما بسبب ان وليد كان عنده اصابات كتير وقتها، ولكن قدر يسيب بصمه مع اهل جده وسجل هدف في مرمى نادي الرائد السعودي، والهدف ده رجح كفه فريقه انه يكسب المباراه دي 3-2، وساب بصمه كويسه مع النادي وساعد اهل جده انه يشارك في دوري ابطال اسيا الموسم اللي بعده. الحاوي رجع من الاعاره وجاله عرض من نادي انبي، وانتقل من بتروجيت الى انبي في سنة 2010. قدروا يخطفوه من نادي الاهلي ونادي الزمالك وقتها اللي كانوا مهتمين بالتعاقد مع الحاوي جدا. تألق مع الفريق وبقى من الركائز الاساسية في الفريق وقدر يقدم اداء كويس جدا، وبعدها تبدأ رحلة كفاح كبيرة جدا في النادي الاهلي. وليد سليمان بينتقل رسميا للنادي الاهلي رغم اللي كان عنده عروض كتيرة جدا من اندية قوية بره مصر، ولكن كان متمسك بالنادي الاهلي بشكل كبير جدا وعايز ينتقل للنادي. وفي حين المفاوضات بين نادي انبي ونادي الاهلي جات له مشاكل صحية بسبب المفاوضات، وبسبب ان انبي ما كانش عايز يديه للنادي الاهلي وقتها، ولكن فعليا بسبب تمسك وليد سليمان مضى للنادي الاهلي في سنة 2011 بقيمة 8 مليون جنيه، وكان اغلى لاعب وقتها في موسم تعاقدات الاهلي. انضم الحاوي علشان يعمل مسيرة كبيرة جدا مع النادي الاهلي، عمل بطولات كتير جدا، قدر يصنع تاريخ لنفسه ويمجد القاب النادي الاهلي، قدر يسجل اهداف لن ننساها ابدا في تاريخنا لوليد سليمان. انا اتذكر ان في فترة من الفترات وليد سليمان كان المحارب الاول والاوحد للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا والدوري العام، وده عمري ما هنساه ابدا. وليد سليمان قدم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، ومن وجهة نظري اعظم لاعب اشول دخل النادي الاهلي طول مشاهدتي للنادي الاهلي في السنين الاخيرة. تعال نشوف ارقام وليد سليمان مع الاهلي وانجازاته وبطولاته.
وليد سليمان لعب مع النادي الاهلي 295 مباراه، سجل فيهم 68 هدف وصنع 48، وكان عامل ارقام مميزه جدا. حصل الحاوي على 24 بطوله قاريه ومحليه.